طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل عضلاتنا. جهاز عند المعلق. طيب، محاضرتنا اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن اللي هو Selected Examples of a Drug Action at Some Common Target Areas. لأننا نأخذ بعض الأمثلة اللي هو مثال على العلاج وعلى التارجت اريا اللي بده يستهدفه هذا العلاج، وإيش اللي يعني بده يعمله، او كيف عمليه الارتباط. نشوف كيف الاستراكشر لهذا المركب. الان الاوبجكتيفز لهذه المحاضرات اللي هو تو اكسبلين او تو اكسبلور اكزامبل اوف اكشن اوف دراج. طيب، في الانترودكشن، ذا اكشن اوف دراج اند ذا سايت ات ويتش ذي ار بيليفد تو اكت ار فيري فاريد. طبعا زي ما انتم عارفين انه العلاجات لما تيجي بدها تشتغل في إلها مستقبلات وفي إلها اللي هم بيسموهم الريسبترز، وهذه الريسبترز متعددة وإلها أشكال كثير وإلها أنواع كثيرة. احنا الآن ما بهمنا هذا الموضوع، احنا بهمنا انه وين التارجت. إذا انا بعتبر انه هذا الريسبتر او هذا السايت هو تارجت للعلاج. ليش؟ لأنه بده يتم عليه الارتباط، ومن خلال هذا الارتباط بده يعطيني الفارماكولوجيكال افكت. الآن في عندي أنا كومون تارجت سايت، يعني التارجت شائعة وعامة بالنسبة للعلاجات. احنا راح نتكلم في هذه الكومون تارجت سايت اللي هم اول شيء اللي هو السيل انفلوبس اند وول اوف مايكرو اورجانيزم. إذا هذا أول شيء، إنه السيل انفلوب والسيل وول للمايكرو أورجانيزم. في عندي انزيمز، في عندي ريسبتورز، في عندي النيوكليك أسيد، وفي عندي الفيروسز. طبعا هذول تارجت، كل واحد على حدة في علاجات تيجي بتدخل عليهم، بترتبط في جزئية معينة بتبلش تعطي الفارماكولوجيكال افكت. طيب، examples of drugs that disrupt اللي هو cell membrane and wall. أمثلة على علاجات ممكن تعمل تكسير أو تخريب في cell membrane أو في cell wall للمايكرو أورجانيزم. A number of drug act by either disturbing the structure of the cell membrane and wall or inhibiting the formation of cell membrane and wall or blocking ion channels. إذا هون لما نحكي احنا disrupting في السيل وول أو الممبرين، إذا إما ممكن نعمل نحكي عن inhibition أو نحكي عن اللي هو عدم يعني الاكتمال أو يعني تكسير، أو عملية إغلاق لشانل في هذه السيل وول أو السيل ممبرين، حتى إنه إيش تعطيني الفارماكولوجيكال إفكت.
In general, a drug acting on microorganism by either disturbing or disrupting the structure of membrane and wall or their synthesis appear to act by أول إشي inhibiting the action of enzyme and other substances in the cell membrane involved in the production of compounds necessary for maintaining the integrity of the cell membrane. إذا تعمل عملية inhibiting للأكشن في الإنزيم هذا أو الـ other substances في داخل السيل membrane. هذا بيؤدي إلى إيش؟ إلى a production of compound necessary for maintaining the integrity of the cell membrane. أوكي؟ إنه بيعمل على إيش؟ يعني إنتاج مركبات إنها تكون عملية تكاملية ما بين هذا استدامة السيل ممبرين أو إنه إيش تكسير السيل ممبرين. طيب إذن الـ inhibiting process involved in the formation of the cell wall resulting in an incomplete cell wall which lead to loss of vital cellular material and subsequent death of the cell. هذه عملية اللي هي الـ inhibition للـ cell membrane أو الـ cell wall. إذن هي a process تشتغل على اللي هو عملية تكوين أو الـ formation لهذا الـ cell wall. طيب الـ formation بمعنى إنه أنا لما هذا المايكرو أورجانيزم بده يبدأ يبني هذه الخلية، إذا أنا عملت في عنده نقص معين، إذا عملت في عنده نقص معين فهذا النقص في بناء السل راح يخلي عندي ثغرة. إذا من هاي الثغرة راح يكون هاي المنطقة ضعيفة وممكن إنه يصير في تبادل لمين اللي بيسموها الفيتال سيلولار ماتيريال، إنه في عنده ماتيريال أو في عنده الميديا اللي داخل السل المفروض تكون موجودة بصير تخرج للخارج، والميديا اللي خارج السل بصير تدخل لداخل السل، وهذا بيعمل تخريب وبيعمل ايش بيقضي على السل. تمام؟ اذا which lose او leads to lose of vital cellular material and subsequent death of the cell، وهذا اللي بيؤدي الى اللي هو موت هذه الخلية. طيب في عند النقطة الثالثة اللي هي forming channel through the cell wall or membrane making it more porous which also result in the loss of vital cellular material and the death of the cell. إنه الآن الطريقة الثالثة إنه يعمل زي ثقوب في هذه السل من خلال اللي هو الشانل اللي موجودة. طبعا الشانل وظيفتها إنها تعمل تبادل أيوني، لكن الآن هون هذه بعض العلاجات إيش بتعمل؟ بتصير تعمل شانل او بتعمل ثقوب في السيل وول او السيل ممبرين للمايكرو اورجانيزم بحيث انه تؤدي الى خروج هذه الماده الحيويه او اللي هو الوسط اللي هو اللي بسموه السيلولار ميديا، تخرج خارج السل وبتؤدي الى ايش؟ الى الدث لهذه السل. طيب النقطه الرابعه اللي هو making the cell more porous by a breaking down section of the membrane. إنه يعمل السل فيها ثقوب يعني غير الشانل، برضه يعمل هو ثقوب أو يعمل تكسير يعني تخريب تكسير في هذا السل وول أو السل ممبرين حتى إنه يضعف هذا السل وول ويؤدي إلى وفاة هذه الخلية. طيب إذا هذه البروسيس أو هذه الأربع نقاط بتورجينا إيش هي الأشياء اللي ممكن يشتغل عليها الدرج ويعمل تخريب له اللي هو السيل وول أو السيل ممبرين. طيب في عندي مثال اللي هو الأنتي فانجل ايجنت اللي هو الفانجل انفكشن usually involve the skin and mucous membrane of the body. The fungal microorganisms are believed to damage the cell membrane, leading to a loss of essential cellular components. The antifungal agent counter
This attack by both fungostatic and fungicidal action. إذا الأنتيفانجل ايجنت تعتمد على إنه الفانجل انفكشن إيش بصير، هو usually involve the skin and mucous membrane of the body. إذا هو بدخل للسكن أو الموكس membrane. طيب الآن fungal microorganisms are believed to damage the cell membrane. إذا حتى أتعامل مع الفنجس لازم إيش؟ أعمل تكسير للسيل ممبرين. طبعا السيل ممبرين بيؤدي، لما أكسره بيؤدي إلى إنه الاسينشال سيلولار كومبوننت بتخرج خارج، بيؤدي إلى إيش؟ وفاة الفنجل أو الفنجس سيلز. تمام؟ طيب العلاجات تشتغل على إما إنها تكون فانجوستاتيك أو فانجوسايدل. طبعا انتوا عارفين إيش يعني فانجوستاتيك وفانجوسايدل. طيب الآن في عندي علاج أنا من هذه العلاجات اللي هو الأزولز. الأزولز له أكتيفيتي على اللي هو الفنجس. كأكتيف أزولز are usually derivatives of either 1,3-imidazoles or 1,2,4-imidazole. راح نشوف الـ structure إلهم that exhibit fungostatic activity at a nanomolar concentration. إذا هنا نقطة مهمة، في عندي الـ 1,3-imidazoles أو 1,2,4-imidazoles، هذول بيشتغلوا كأنتيفانجل agent، ممكن يشتغلوا كفانجوستاتيك على تركيز نانومولر. ننتبه تركيز نانومولر and fungicidal activity at higher micromolar concentration. وممكن تشتغل على fungicidal إذا كانت تركيزها بالمايكرو مولر concentration. تمام؟ إذا هذا الأزولز في عندنا مثال، في عندنا نوعين منه، واحد 1,3-imidazole 1,2,4-imidazole، بيشتغل فانجوستاتيك في النانو مولر وبيشتغل فانجو سايدل في المايكرو مولر. Azoles are active against most fungi that infect the skin and mucous membrane as well as some systemic fungal infection, bacteria, protozoa and helminthi species. إذا هذه المركب أو مركبات الأزول إلها فاعلية على العديد من المايكرو أورجانيزمز، وأهمها اللي هو الفنجس. طبعا إلها على فاعلية على البكتيريا، على البروتوزوا والهيليمنتي. تمام؟ إذا كعلاج هو علاج نافع، بيشتغل على تكسير السيل ممبرين والسيل وول. تراكيزه إما بيكون فانجوستاتيك أو فانجوسايدل حسب التركيز. نيجي نشوف أنواع الإيميدازول. في عندي كلاس، في عندي جنرال ستراكشر، وفي عندي اكزامبل. طبعا انا المطلوب منكم في هذه المرحله الان، انا بدي احفظ اللي هو الكلاس، ايش هو الكلاس، وبدي احفظ اللي هو الجنرال ستراكشر. تمام؟ اذا انا بدي احفظ الكلاس هون، بدي احفظ الجنرال ستراكشر، ما بدي منكم امثله بس. إذا الأزول based on 1,3-diazole. ال 1,3-diazole بدي أعرف إنه أنا هذا هو شكل ال 1,3-diazole. في عندي هيتيروسايكليك خماسي، في عندي اثنين من النيتروجين أتوم مربوطة على اللي هو رقم واحد ورقم ثلاث. من هون إجا التسمية 1,3-dia، يعني في عندي ثنائي. والازول انه بسبب وجود اللي هو التو نيتروجين جروب هون، اعطاني مركب اللي هو اسمه ال 1,3 ديازول. طيب لما اجي احكي لي انا هون في الازول بيزد اون 1,4 تريازول، 1,2,4 تريازول، شو يعني؟ عندي على بوزيشن واحد، بوزيشن اثنين، بوزيشن اربعه، في عندي نيتروجين اتوم تراي يعني ثلاثي، والأزول اللي هي الحلقة الخماسية. تمام؟ اللي موجود عليها مرتب ترتيب الأتومز فيها. تمام؟ إذا هون أنا عندي هذا
الاترايازول او ال 1-2-4 اترايازول. طبعا لو اجينا احنا شفنا الاستراكشرز الان من هذا الازول اللي هو كان داي او ترايازول، في عندي هو ارتبط في سلسله او في مجموعه من الفانكشنال جروبس حتى اعطاني مركب، وهذا المركب هو ايش بيشتغل كعلاج حاليا. لكن احنا بدنا نعرف، خلينا في المجموعه الرئيسيه او الكلاس الرئيسي والاساسي. برضو انا في عندي من العلاجات اللي هو الال الامين، وفي عندي الفينولز. الال الامين، الال الامين اللي هو ال كما اخذنا في العضويه، اللي هو المجموعه اللي بتيجي بترتبط بعد الدبل بوند. اذا انا في عندي هون ار ودبل بوند، هذه المجموعه اللي هي ارتبطت هون، هذه اللي هي البوزيشن ال بنسميه ال امين. وفي عندي اذا بنشوف في عندي امثله على هذا الاستراكشر، وفي عندي الفينولز. الفينولز حلقة البنزين وارتبط عليها او اتش جروب هذه الفينول. وهون شوفوا في عندي ار، هذه الار اي شيء تكون يمكن انه يضاف الى هذه المركبات. اذا هون هذه المركبات او هذه الفور كلاسز هي تشتغل كانتي فانجل ايجنت، تمام. وهذه الكومن ستراكشر الها، والجنرال اللي هو النيمز الكلاس يعني، والجنرال ستراكشر، وفي عندي انا الاكزامبلز، تمام. اذا المطلوب منا الكلاس ومطلوب منا الجنرال ستراكشر. طيب بالنسبة نكمل في الأزول، they are believed to mainly act by inhibiting cytochrome P450. إذا هو بيعمل inhibiting أمين للcytochrome P450 enzyme، in particular those that are essential for a biosynthesis of ergosterol the main steroid found in fungal cell membrane. إذا هذا اللي هو الإيرجو استيرول هو الاستيرويد الرئيسي اللي موجود في الفانجل سيل ممبرين، تمام. إذا له أهمية في السيل ممبرين، في عملية بناء السيل ممبرين، تمام. This is thought to result in an accumulation of 14 alpha methylated sterols such as اللي هو اللانوستيرول in the membrane. إذا هو يعني بيساهم في عملية تراكم هذا الميثيليتد ستيرول أو ال 14 ألفا ميثيليتد ستيرول زي اللانوستيرول في الممبرين، تمام. الآن these sterols are believed to increase the membrane permeability which allows essential cellular content to leak from the cell causing irreversible damage and cell death، تمام. إذا بالنسبة للأزول بيعمل inhibiting للسيتوكروم P450، وهذا ال inhibiting للسيتوكرومز هذا أو لهذا الإنزيم بمنع عملية إيش ترسيب أو تراكم ال 14 ألفا ميثيليتد ستيرولز أو اللي هو اللانوستيرول، بمنع تراكمها، عفوا هو بيسمح بيعمل accumulation لهذا اللانوستيرول، بيعمل accumulation. هذا الاكيوميليشن في السيلولار ممبرين بصير يخلق عندي نوع من الممبرين بيرميابيليتي، اذا زي كانه بيسمح مجال لتبادل اللي هو ايش السيلولار كونتنت. هذا التبادل بيؤدي الى اللي هو السيل دامج او اللي هو السيل ديث، تمام. اذا بيعمل مشكله في عمليه البايوسينثيسيس او اللي هو الاسينشال فور بايوسينثيسيس في الايرجو ستيرول. برضو الازول also inhibit اللي هو البيتا او سوري عفوا البي 450 من الاوكسيديز
in mammals, but far higher concentration than those required to treat fungi are usually required. إذا هذه هون من السايد إفكت، إنه بالنسبة للأزول لما إحنا حكينا فيه إنه بيعمل فانجوستاتيك وإنه يعمل فلوجوسايدل اللي هو بتركيز نانو مولر وبتركيز المايكرو مولر. الآن هون فقط بيأثر على الفنجس في التراكيز هذه، لكن أنا إذا ارتفعت لتراكيز أعلى من هيك ممكن يصير يأثر على البي 450 للأوكسيديزز اللي هو موجود في الماليان سيل، يعني بمعنى إنه راح يصير يأثر على جسم الإنسان نفسه أو على خلايا جسم الإنسان يبدأ تخريب فيها. إذا ما لازم نتجاوز التركيز اللي مسموح فيه لأنه ممكن ينعكس أو يعطينا سايد إفكت أو unwanted إفكت على اللي هو مش بس التارجت، لا يصير يروح للهوست نفسه. طيب في السار ستاديز have shown that a weekly basic imidazole or 1-2-4 etriazole ring substituted only at the N1 position are essential for activity. إذا في السار لما عملوا دراسات السار وجدوا إنه في الاترايازول على الارتباط في البوزيشن رقم واحد اللي هو على الـ N1 هذا هو الاسنشال، يعني هو الشكل الرئيسي للارتباط، يعني اي ارتباط سبستيتيونت على هذا البوزيشن راح يعطيني اكتيفيتي او راح يعكس لي على الاكتيفيتي. الان the substituent must be lipophilic in character and usually contains one or more 5 or 6 membrane or membered ring system, some of which may be attached by an ether or ether or secondary amine or thioether group to the carbon chain. بمعنى انه انا عندي على البوزيشن رقم واحد في عندي substituent ممكن انه يعمل سبستيتيونت وهذا اساسي وهذا اللي راح يعطيني الاكتيفيتي. طيب ايش هي السبستيتيونت اللي انا ممكن اضيفها على هذا البوزيشن؟ ممكن انا اضيف لايبوفيليك يعني زي تشين سي اتش 2 سي اتش 2 سي اتش 3 تشين من الكربون، او ممكن اضيف انا حلقات اما تكون حلقه خماسيه او حلقه سداسيه اضيفها، او ممكن انه يصير في ارتباط ايثر أو أمين من نوع سيكندري أو ثيو إيثر، بمعنى إنه يكون إيثر بس فيه سلفر جروب موجودة أو الكربون تشين. إذا هذه اللي هي البدائل اللي ممكن أنا أضيفها على البوزيشن رقم واحد ويعطيني أكتيفيتي جيدة لهذا اللي هو الأزون بالتحديد اللي هو الترايازول. طيب the more potent compound have two or three aromatic substituent which are singly or multiply fluorinated or fluorinated at position 2, 4 and 6. تمام. إذن الآن بيقول لي إنه أكثر مركبات ممكن تكون فعالة وتعطيني activity عالية إنه يكون في عندي ارتباط لاثنين أو ثلاثة من مركبات الأروماتية، تمام، يعني حلقات بنزين، وهذه حلقات البنزين يكون في عليها على البوزيشن 2 و4 و6 يكون في عليهم اما كلورين او فلورين حتى يعطيني اعلى اكتيفيتي. طيب الان this non-polar structure give the compound a higher degree of lipophilicity and hence membrane solubility. اذا this non-polar structure هذه الاستراكشرات اللي هي نون بولر give the compound high degree of lipophilicity، اذا بكون ذا ابيتو عاليه في الليبيدز and hence membrane solubility، وهذا بأهله انه يكون ايش يصير في له membrane solubility، علشان هيك هو لما يدخل داخل الممبرين بيبدأ يعمل accumulation وبسمح للستيرويدز اللي هي برضه اللينغوستيرويدز تعمل accumulation وبيبدأ عملية تخريب الممبرين في هذا
اللي هو الجزء أو هذا البارت. طيب ننتقل الآن لمجموعة جديدة اللي هي الأنتي بكتيريال ايجنت. كمثال آخر، الأنتي بكتيريال أو الأنتي بيوتيك نورمالي أكت باي إيذر ميكينج ذا بلازما ممبرين أوف بكتيريا مور بيرميبل تو اسينشال أيون and other small molecule by اللي هو الايونوفوريك اكشن or by inhibiting cell wall synthesis. اذا الان بالنسبه للانتي بكتيريال، لما نتكلم عن اللي هو التخريب في السيل وول، او احنا بنتكلم انه يعمل اما بلازما ممبرين اوف بكتيريا مور بيرميابل انها تصير اكثر عبورا to essential ions and other small molecule by اللي هو الايونوفوريك اكشن. بمعنى هون بده يصير في عملية زي عملية بورز، يعني يعمل عملية ثقوب في الممبرين حتى يعمل inhibiting للسيل وول synthesis. الآن those compound that act on the plasma membrane also have the ability to penetrate the cell wall structure. In both cases, the net result is a loss of the integrity of the bacterial cell envelope, which lead to irreversible cell damage and death. إذن في النهاية إحنا بنخرب في الممبرين هذا حتى نخلي هذه الميديا أو السيلولار سبستانسز اللي موجودة داخل الخلية تخرج برا الخلية ويسبب اللي هو السيل دامج والسيل ديث لهذه الخلية البكتيرية. تمام. طيب الآن نعرف إيش يعني الأيونو فوريك أنتيبيوتيك أكشن. إيش أيونو فوريك أنتيبيوتيك أكشن؟ الأيونو فورز are substances that can penetrate a membrane and increase its permeability to ions. إذا هاي الأيونوفورز هي عبارة عن، خليني أسميها نواقل، ممكن إنها تعبر داخل الممبرين وتأخذ لي أو يعني تنقل أيونز، بتزيد عملية البيرميابيليتي للأيونز. يعني إيش بيرميابيليتي؟ النفاذية للأيونز. طيب الآن they transport ions in both directions across a membrane، بمعنى إنه أنا ممكن أخذ أيونز من خارج السيل وأدخلها للداخل، وبرضو أنقل أيونز من داخل السل وأخرجها للخارج. لكن هي في الحالة الطبيعية لازم تكون هذه العملية مضبوطة، لكن في بعض أنواع من الأدوية بتزيد من إيش، من هذه النواقل، إذا بتزيد من عملية تبادل هذه الأيونات. إذا هنا بصير في تضخم داخل الخلية، أو بصير الجدار الخلوي ضعيف بيؤدي إلى إيش، إلى انفجاره أو إلى انكسار. طيب إذا بالمحصلة consequently they will only reduce the concentration of a specific ion until its concentration is the same on both sides of membrane. This reduction in the concentration of essential cell component of a microorganism is often sufficient to lead to the destruction of the organism. إذا هذه عملية الإخلال في نظام أو في تركيز الايونات داخل او خارج الخليه راح يعمل لي عمليه كسر لمين؟ للمايكرو اورجانيزم او للسيل ممبرين. طيب اذا الايونوفورز ار كلاسيفايد از ايذر شانل اور كارير ايونوفورز. اذا هاي الايونوفورز تنقسم الى نوعين، اما شانل او ايش هي كارير. طيب في حاله الشانل، الشانل ايونوفورز form channel across the membrane through which ion can diffuse down a concentration gradient. تمام. الآن the nature of the channel depends on the ion force. For example gramicidin A channels are formed by two gramicidin molecules ترتبط من اللي هو الان terminus to N-terminus, each molecule forming a left-handed helix. راح نشوف الشكل الستركتر في الفيجر 7.9.
1A، إذا بصير في عندي ارتباط مع الجليمسايدين، وهذا الجليمسايدين بيعمل على زي قناة أو أنبوب داخل السيلمبرين، وبسمح للأيونز إنها إيش تعبر من خلاله. الآن كارير أيونيفورز بيك أب أن أيون on one side of the membrane, transport it across, and release it into the fluid on the other side of the membrane. They usually transport specific ions. For example, اللي هو الفالينومايسين transport البوتاسيوم but not sodium or lithium ions. راح نشوف هذا في الفيجر 7.1b. إذا الآن الأيونوفورز إما بيكون شانل أو بيكون كارير. شانل إنه راح يعمل لي قناة، وهذه القناة تسهل عملية عبور الأيونز، أو كارير يكون هو هذا المركب بيعمل نقل زي ناقل من خلال الممبرين. عملية النقل إنه بيبدأ بأخذ مركبات البوتاسيوم، أو عفوا مش مركبات، بأخذ أيونات البوتاسيوم وبدخلها داخل الخلية، وما بسمح لها أيونات الصوديوم أو الليثيوم إنها تدخل أو تتبدل. إذا بصير في عندي زيادة بالتركيز من أيونات البوتاسيوم داخل وين؟ داخل الخلية. طيب نيجي نشوف هذا الفيجر 7.1A و7.1B، فبدنا نشوف اللي هو الجراماسايدين ايه. الجراماسايدين احنا حكينا انه ان تو ان او ان تيرمينس تو ان تيرمينس، بمعنى انه انا عندي هذه الاستراكشر او الجراماسايدين، تمام، انه في عندي انا الكونفيجوريشن اله بيعمل عملية ارتباط من طرفي النيتروجين حتى يشكل عندي انا ايش زي هيلكس، او خلينا نحكي شانل لولبي او حلزوني. هذا الحلزون بيعمل قناة ما بين ايش السيل ممبرين. فاحنا شايفين هون احنا عندنا هذا اللي هو السيل ممبرين، من هون اللي هو الكرات هذه تمثل اللي هو الهيدروفيليك، والتيلز هذه الأذناب بتمثل اللي هو الليبيدز أو بتمثل اللايبوفيليك. أوكي، هذا كسل ممبرين. الآن صار في عندي خرق لهذا السل ممبرين بوجود التشانل. طبعا هذا التشانل ما بين اللي هو الجراماسايدين. الآن هذه التشانل لما فتح هون سمح بعبور إيش الأيون من خارج السل إلى داخل السل، أو ممكن العكس من الداخل للخارج. إذا النظام الخلوي تبع هذه الخلية إيش خربه بوجود هذه التشن. طبعا هذه واحدة، لما يكون أكثر من تشانل صارت على السيلز، إذا هنا هو بيؤدي إلى دمج لهذه السل بشكل كبير. هذا بالنسبة للجراماسايدين. الآن لما نيجي للفالينومايسين، الفالينومايسين هو عبارة عن إيش؟ عن كارير، يعني عن ناقل زي ما إحنا شايفين هون. هذا أنا عندي اللي هو السيل ممبرين، أنا عندي هذا هو الناقل اللي هو الفالينومايسين. زي ما أنتم شايفين هو بيجي زي وعاء بيرتبط البوتاسيوم، هذا هون الكي كي أيون البوتاسيوم بيدخل داخل هذا الناقل زي ما احنا شايفين في الصورة هذه هون، تمام. الآن دخل بيسحبه وبيدخله لداخل الممبرين للطرف الآخر. إذا هو كان على الطرف هذا دخله لوين؟ للطرف الآخر لداخل الممبرين. الآن هون بيعمل ريليز، خرج وأصبح داخل مين؟ داخل السل. برجع مرة ثانية مرة أخرى هون حتى إيش يأخذ أيون آخر. إذا في هاي العملية برضو بخرب النظام والسيستم، إنه بزيد محتوى أيون من نوع معين كبوتاسيوم، وبسمحش للليثيوم والصوديوم إنهم يتبدلوا. إذا هون بصير في عندي تركيز عالي من أيونات البوتاسيوم داخل الخلية، ممكن يؤدي إلى إنها إيش يصير لها عملية اللي هو disruption.
إذا الـ cell wall synthesis inhibition هذا الشيء الآخر، إنه the cell wall of all bacteria are being continuously replaced because they are continuously being broken down by enzyme in the extracellular fluid. البكتيريا الانتي بكتيريال ايجنت commonly referred to as antibiotic often act by inhibiting this replacement biosynthesis of the cell wall at any stage in its formation. طيب الموست drug that act in this fashion inhibit either the formation of the precursor starting compounds, the formation of the peptidoglycan chains, or the cross linkage of the peptidoglycan. نشوف الـ table 7.2 راح يجينا هذا الـ table. إذا however increasing number of bacteria are resistant to antibiotic especially to beta lactam antibiotic. This resistance is likely to become a major problem in the future. The activity of the penicillin and cephalosporin is believed to be due to the bacteria, oh sorry, to beta-lactam ring. الآن يعني هذا النوعين من العلاج اللي هو البنسلينز أو السيفالوسبورينز هو بيشتغل على البيتا-لاكتام رينج. الآن البكتيريا ريزيستنس to this drug is thought to be mainly due to inactivation of the drug by hydrolysis of the beta-lactam ring by the beta-lactamase produced by اللي هي البكتيريا نفسها. إذا عملية الريزيستنس اللي بتحصل في البكتيريا من خلال إيش؟ تعمل عملية هيدروليسيز لمين؟ للبيتا لاكتام اللي هو رينج اللي موجود في المضاد الحيوي الانتيبيوتيك. اذا هون في اللي هو البيتا لاكتاميز بنتج بواسطة هذه البكتيريا. اذا هون هذه اذا البكتيريا الان صارت تقاوم او اضعفت العلاج. اذا بما انه اضعفت العلاج اذا هون ما راح يكون في عندي فاعلية عالية. إذا المشكلة في هذه البيتا لاكتامين. تمام، الآن أنا حتى أعالج هذه المشكلة لازم أوجد حل إنه أنا أغلق أو ألغي تأثير البيتا لاكتامين أو تأثير الهيدروليسيز على البيتا لاكتام رينج اللي موجودة في المضاد الحيوي. طيب الآن بوت جرام بوزيتيف أند جرام نيجاتيف بكتيريا بروديوس البيتا لاكتامين. In the former case, the enzyme is liberated into the medium surrounding the bacteria, which results in the hydrolysis of the beta-lactam ring before the drug reaches the bacteria. إذن هذا البيتا-لاكتاميز موجود وموجود حوالى البكتيريا يعني مغلفها. فالعلاج لما يجي بده يدخل عشان يعمل تخريب لهذه البكتيريا بيبدأ يذوب وبيبدأ يصبح له هيدروليسيس قبل ما يوصل للسيل نفسها أو للوول لهذه البكتيريا. إذا بتكون هي خربت العلاج تمام وبتظلها هي محافظة على نفسها. الآن however with gram negative bacteria the hydrolysis take place within the اللي هو البري بلازميك سبيس. In addition, some gram-negative bacteria produce اللي هو الأسيليسز which can cleave the side chain of penicillin. طيب الآن bacteria that have developed a resistance of or to beta-lactam antibiotic are treated using either a dosage form اللي هو incorporating beta-lactamase inhibitor such as اللي هو الكلافرنوليك اسيد or السولباكتام or اللاكتيميز ريزيستنت دراج such as الفانكومايسين. اذا الان احنا عرفنا ايش المشكله.
انه هذه البكتيريا صار في لها مقاومه للعلاجات اللي هي البنسلين او السيفالوسبورن، اللي هي العلاجات اللي بتحتوي على البتلاكتيم برينج. طيب بصير بتعمل هيدروليسز للبتلاكتيم، اذا انا الان بدي اوقف عمليه ايش؟ انتاج البتلاكتيميز هذا الانزيم. عشان اوقف عمليه انتاجه او اعمل اللي هو انهبيشن لهذا الانزيم، في عندي علاجات مساعده انا ممكن اضيفها، فتم اختيار اللي هو الكلافونيك اسيد. واذا انتم بتلاحظوا انه في عندنا بعض المركبات او البرودكتس اللي موجوده في الاسواق الان اصبحت تحتوي على الكلافونيك اسيد، هذا الكلافونيك اسيد بيعمل عمليه انهبيتنج او انهبيتر لانتاج البتلاكتيميز. اذا ما بيصبح في عندي مشكله في عمليه اللي هو الهيدروليسيس للعلاج، اذا العلاج راح يدخل الان للسيل ممبرين ويبدا يشتغل شغله ويكسره. طبعا في عندنا الامثله اللي هو الكلافولونيك اسيد او السلباكتام او اللاكتيميز ريزيستنس دراج مثل البانكومايسين. تمام، الان انا في عندي هذا الشكل او التيبل هو بحكي لي عن اللي هو البروسيس اللي بتحصل وايش هو بعض اللي هو الكلاسز او الدراج او الكومباوند اللي ممكن انها تضاف، خصوصا في البنزلين. في عندنا اللي هو في عندي البنسلين سيفالوسبورين، هذه هم موجودين هون عندي. تمام، ايش هي السايد تشين اللي ممكن ترتبط عليهم حتى يغير لي من الاستراكشر او الشكل المركب. وفي عندي انا هون اللي هو السيل باكتام والكلافينوليك اسيد والفانكومايسين، هذا كستراكشر. طبعا مش مطالبين انه تحفظوهم كستراكشر، لكن انه نعرف ايش هم وايش هي هذه انواع العلاجات او الكلاسز اللي موجوده عندي. تمام، بهيك بنكون احنا خلصنا المحاضره، بتمنى انه تكونوا استفدتوا منها، و بدي انه تراجعوها وتحضروا الفيديو. وإذا في عندكم أي شيء خبروني حتى احنا نتناقش فيه ونشوف ايش إذا بحاجة إلى أي شيء. ماشي، يعطيكم ألف عافية.